هاد الإنسان مضماتو الدنيا للروح كيف كساتو بالجراح. هاد الإنسان مضناتو ليام يبوح يبكي بدموع اللي راح. وهاد الغيوان ولداتو سجان المجروح، ولداتو سجان المجروح يغني لرجوعك يا صاح. خيلة تعزيني، خيي تعزيني يا كرابت خيمتنا وطاحت دمعتنا. خيي لا تعزيني ياك ظلامت حومتنا وطفات شمعتنا، ياك طالت محنتنا خيي ومامتنا، ياك بكلمة حق أنا وأنت عشنا، ياك بكلمة حق أنا وأنت عشنا. السلام عليكم، معكم كريم قدوس، عضو مجموعة كازا فولكلور. المجموعة كتكون من 4 ديال العناصر اللي هو سامته وزاوي، اسماء حمزاوي، يوسف بوتخوم، وكريم قدوس. تأسست مجموعة في 2003 في حي عين السبع بالدار البيضاء كاسم جيران الغيوان. من بعد مشينا بمسيرة حتى 2012 وحبسنا بعد المشاكل المادية إلى آخره، لأن احنا خدينا على عاتقنا واحد الفن اللي هو ملتزم وكلام هادف ورساله والى اخره. جينا في هذه الفتره اللي هي التغييرات الموجه الغنائيه اللي ولات الاغنيه الخفيفه كما كنسميو، ولا يعني ما بقاش ديك الكلمه وداك. حاولنا باش نرجعوا ونحافظوا على التراث ونستمروا نديروا الجديد فيه، فغيرنا الاسم من جيرة الغيوان لكازا فولكلور. الحمد لله دابا كنديروا اعمال كلمات والحان مجموعه ومواضيع مختلفه، يعني ما كناقشوش غير المواضيع اللي هي اجتماعيه فقط، بل يعني المعاناه، الفن هو معاناه، يعني مرآة ديال المعاناه، يعني اي حتى الغرام كما كيقولوا راه في المعاناه، يعني ماشي احنا ضد الاغنيه الغراميه ولا شي حاجه. المشكل اللي كاين الكبير اللي لقيناه في المسيره ديالنا هو ان في القنوات التلفزيون في المغرب كنشوف سهرات، لان كنشوف واحد كتشوف بلاطو ديال السهره كتستغرب، لان بلاطو بحال كتشوفو بحال مريح في كباري، كباري اللي نورمالمون كباري راه فيه الفنانين اللي مغمورين وعندهم اصوات وعندهم طاقات، ولكن كتشوف حتى في القناه الثانيه اللي كيدوزوا لك السهره اللي كتشوفها العائله ديالك وكتشوفها اولادك وشوفها والديك، وما كتلقى واحد الكلام اللي هو طايح ذو المستوى، اولا كتلقى نفس الوجوه اللي كيدوز في هذه القناه كيدوز في القناه الاخرى. يعني بحال حنا ما عندناش حق ندوزوا في هذه القناه، ولا ما عندناش حق ندوزوا في هذيك السهره، ولا ما عرفتش، يعني ما عرفتش بالضبط اشنو هو المشكل. يعني ماشي غير كمجموعه كازا فولكلور، بل مجموعات كثيره وفنانين كثار، يعني اللي هما كتلقى عندهم الفن راقي. واش ولا كيجيهم هاد الناس هاد الشي عيب، ولا حنا غادي غالطين، ولا ما عرفتش. يعني بصراحه ما كنستغرب هاد الشيء، وكنتمناو يعني الحمد لله كاين الناس اللي بداو كيرجعوا لهذا الميدان، بداو كيرجعوا لهذا الفن، بداو كيرجعوا للكلمه الملتزمه الهادفه. لان الفن اللي ما كانش فيه رساله راه ما عنديش اش غادي. شنا هو الفن؟ حنا راه كنساهموا في الثقافه ديال البلاد، راه عيب وعار. باش ان انت كمثقف خصك تقدم للشباب واحد الفن اللي هو راقي، يكون مثقف، يكون كتنور العقول ديال الشباب، ماشي تخدر العقول ديال الشباب اولا دير لهم شي حاجه اللي تافهه. يعني ولينا كنشوفوا مع الاسف دابا في هذا الوقت، ولينا كنشوفوا الا بغيتي تشهر ودير البوز خاصك دير شي فضيحه باش تشهر بالعربيه. اغلبيه ديال الفنانه ولاو دابا اللي كيقولوا هما فنانه، بالنسبه لي انا الفنان اللي ما كيقدمش واحد الرساله ماشي فنان، بالنسبة لي كرأي شخصي. اللي ما كيقدمش واحد الرسالة ويكون واحد الميساج وتكون عنده واحد الكلمة نقية، سواء في الغرام ولا في مواضيع اجتماعية إنسانية إلى آخره، غير مهم قدم لنا واحد الكلام. والتراث ديال البلاد غني، علاش غادي نمشي ندير أنا إيقاع ديال البلدان الآخرين وحنا عندنا بزاف ديال الإيقاعات في المغرب؟
نقدروا نستغلوهم، نقدروا نوريوهم الناس اخرين لدول اخرى باش يعرفوا الثقافه ديالنا حنا ويعرفوا الثقافه ديال البلاد. مع الاسف وزاره الثقافه كنتمناو من السيد الوزير عثمان فردوس انه يشوف يعني ويعيد النظر في بعض لي كار ديال الفنان اللي تعطاو الناس اللي ما عندهم حتى علاقه مع الفن. ماشي حيت هو جاب لك واحد الكونترا مع شي جمعيه عطى الفلوس وداروا لي واحد العقد بان راه غنى، انا افضل لي انا كنت دخلت البيرو ولي غنيه مباشره تسمعوا باش تعرفوا واش فنان ولا ماشي فنان. بعدا اصلا نشحن واحد واخد بطاقه فنان ماشي فنان، ما عنده حتى علاقه مع الموسيقى، ما عنده حتى علاقه مع الفن. يعني ولات الطريقه وسيله باش يقدر يخرج بها لبرا ولا يقدر ياخذ بها كريدي ولا يقدر. واش هذا الغال اللي جاك ياخذ بطاقه فنان؟ راه حشومه. وهاد البطاقه خاصها تكون فيها شي حاجه للفنان، فيها شي دعم ولا فيها شي حاجه، خاصها تكون فيها شي فائده. حنا خدينا البطاقه، حنا خدينا البطاقه الاولى والثانيه والثالثه، حتى على غفله لقينا الناس خداو بطاقات اخرى اللي خدات البطاقه المهنيه. يعني واخا ماشي مشكل نعطيو الناس اللي يستحقوا ونحاولوا نعيدوا النظر في العقود اللي كيجيونا باش ناخذ البطاقه، هذوك لي ديبلوم وداك الشيء اللي كياخذ ولا ديك الشواهد التقديريه ولا الى اخره، خصنا نشوفوا واش هذاك الشيء بصح ولا لا. يعني واش هذاك الشيء حقيقي كفنان، نشوف الاعمال، نشوف شنو قدم، فهمتي، نشوف هذا السيد شنو قدم، امتى بدا، فهمتي. على الاقل خاص تكون واحد 16 عام 20 عام الفوق. راه كاين الناس دابا اللي عندهم في الدومين 40 سنه وما عندوش بطاقه ديال فنان، وفنان حقيقي كما تنقولوا، فنان بمعنى الكلمه، اما عازف اما كاتب اما عطى الله، راه تبارك الله. ماشي الحمد لله عندنا شباب وعندنا. هو الفن ما كيتقدرش عليه بالسن ولا شي حاجه، بل يعني كاينين الشباب اللي خاصهم يتكونوا وتزيد تعاونهم. كاين مجموعات اللي في الظاهره كنتمناو يمدوا يد المساعده. كاينين فنانين كيبدعوا كيحاولوا يديروا جديد، خاصهم يبانوا للناس، يعني خاصهم يبانوا. وغادي نرجع للنقطه المهمه هو الاعلام. بعض الاعلاميين اللي ولينا كنشوفوهم دابا تابعين الفضائح، ما تابعين شي حاجه معقوله. واش كاين غير الكوارث في المغرب؟ كاين غير المصائب؟ كاين غير الفضائح؟ راه كاين حوايج زوينين، علاش كتبينوا للناس شي حوايج اللي اصلا ما كتوريو للعالم بحال المغرب كله كوارث؟ حشومه. راه بلادنا زوينه وفيها بزاف د الحوايج الزوينين. حنا نكونوا باش نكونوا نشوفوا الايجابيات، ما نشوفوش السلبيات اكثر ونضغطوا عليهم. نحاولوا حتى ذاك الطفل اللي كان غادي مثلا غاد نحاولوا نوروه بشي حاجه اللي هي تنقي ليه راسه، ماشي نوريو ليه الكوارث. والسيد يصبح مع الصباح يشوف الكوارث، بالليل يشوف الكوارث، كيفاش بغيتي هذا الولد هذا ولا هذا غيتربى وغادي يخرج مثقف ولا الى اخره. كنتمناو من الله سبحانه وتعالى ان الناس يعيدوا النظر لهذا الشيء، لا في الاعلام ولا في المخرجين ديال القنوات في التلفزيون ديال السهرات. يحاولوا يعطيو الفرصه للشباب كلهم، لان من حقنا حنا راه مغاربه، وراه هذاك التلفزيون من حق اي مواطن يدوز فيها، راه ماشي دوز ليه نفس الوجوه من هذه 20 عام وحنا كنشوفوا فيهم. انا من عقلت على راسي بديك الميدان وانا كنشوف ذوك الناس، واش انا ماشي غيمشي يعرض عليك يعطيك شويه واحد لونفولوف فيه الفلوس وتمشي دوزو؟ حشومه، راه عيب وعار. حتى الفنان اللي كيعطي الفلوس باش يبان حتى هو راه حشومه عليه، لان هو تيساهم في هذا الشيء. ما نعطيش، دوز بالعمل ديالك، دوز بالفن ديالك، ماشي دوز بالفلوس. هاك الماكياج كيتعرى، ويجي واحد الوقت غيتعرى الماكياج. حشومه. كاين الفنانين اللي هما كيدوزوا في هاد السهرات كيستحقوا، لان عندهم اصوات، عندهم طاقات، عندهم الى اخره. غير هو حاولوا ما تبغوا تقدموا شي اعمال، حاولوا تقدموا كلمات اللي هي نقيه، يعني شي حاجه اللي هي ميساج. الله يرحم لكم الوالدين، لان احنا بغينا، احنا حتى احنا كنساهموا في الثقافه ديال الشباب. احنا كنساهموا في الثقافه في ديال البلاد. راه ملي كتجيك الى رجعتي غير شويه للور، راه كتلقى السهره كانوا كيتجمعوا فيها الجيران وتجمعوا فيها العائلات وهادي، وكيتفرجوا بديك السهره وكيتمتعوا بديك كتلقى فيها كوميدي، تلقى فيها الزجاج، كتلقى فيها الشعبي، كتلقى فيها الشرقي، كتلقى فيها جميع الانغام، جميع الايقاعات. واش دابا حنا ولينا، واش بنادم كيطلع البلاطو ديال السهره كيقدم اغنيه ما تيكملهاش وكينقص اغنيه اخرى؟ واش حنا ولينا في كباريات ما بقيناش في التلفزيون؟ هادشي اللي كنشوف.
هذا ما هذا اللي غادي نقول في هذا الاتجاه بالنسبه اللي بقى فينا الحال هنا يعني كنحسوا براسنا مظلومين وماشي غير احنا بزاف ديال الشباب بزاف ديال الفنانه بزاف ديال المجموعات الدعم الفني اللي كيخرج كيدور بيناتكم كتقسموه وما كنقولوا والو حنا اول عام كندفعوا قلتوا كاين الدعم في شهر 6 دفعناه توصلنا بالميساج في الجيميل من جيت انا مع الاسف جيت لوزاره الثقافه ريسبسيون كتستقبلك انسان اللي ما بحال جاي بحال ما نعرف شنو حتى ديك الضحكه في الوجه ما كان بالعكس خصك تستقبليني وتضحك لي في وجهي ماشي اشنو بغيتي كيفاش اشنو بغيتي جاي نسول واعطيني راس الخير ماشي تقول لي راه ما داروا والو في هذا الشيء راه ما كاين والو في هذا الشيء اي ما كاين والو شنو اعطيني شي حاجه غير واش حيدوه واش الدوله حيدت الدعم ولا شنو ولا داك الشيء كاع اللي خسرنا وداك الفلوس وداك الجدر وداك العقود اللي درنا وداك وحنا عندنا سوسيتي عندنا شركه علاش درناها باش نقنوا نكونوا نخدموا قانونيين حنا درنا شركه وتكلفنا ودرنا بزاف ديال الحوايج باش نمشيو قانوني نمشيو بروفيسيوني ملي قدمنا لكم هذاك الدوسي على الاقل عطينا واحد راس خير باش نعرف شنو كاين ماشي راه ما كاين والو راه صافي حيد ما كاين والو واش غادي باش غتجاوب هاد الناس باش غتعرف ما حتى شي واحد ما محطوط في بلاصتو بصراحه خصوصا في الميدان الفني حتى واحد ما محطوط في بلاصتو وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون تغيير وشكرا لجريده اصوات على لان الجريده لقينا فيها واحد الحنين يعني الناس كيحبوا الشباب كيعاونوا الناس لان كيعاونوا غير الناس اللي عندهم زعما مصداقيه لا في العمل الفني ولا في اي دومين يعني شافونا شافوا المجموعه عندها كلمات عندها فن كاين اصوات كاين ابداع وقدموا لنا تشجيع فشكرا لكم وكنتمنى لكم التوفيق وهذا هو الاعلام الحقيقي. الى عجبك الفيديو خلينا اعجاب وتعليق دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.